كيف نعد كعكب اللحم ودقيق الحمص؟ نحتاج إلى 300 جرام لحم عجل صغير مفروم ناعم، رأس بصل يابس صغير الحجم، بيضة، 50 جرام دقيق حمص، فتات الخبز حسب الحاجة، كركم حسب الرغبة، زيت الفول السوداني للقلي، ملح حسب الرغبة. نقشر البصل ونفرمه ناعما، ونضع في وعاء الخلط من مولينكس ماستر شيف جورمي اللحم ثم البصل، دقيق الحمص، البيض، الكركم والملح، ونخلط جيدا. ثم نشكل الكعك بتحريك القرص بين راحة اليدين لتصبح مستديرة، ونضغط عليها ونثقبها من المنتصف. نمرر الكعك بالبقسماط ونتخلص من الزائد، وعندما ننتهي نضعها في وعاء. نسخن ما يكفي من زيت الفول السوداني في مقلاة، ونبدأ بقلي الكعك حتى يتحمر من كلا الجانبين. نوزع الكعك في طبق التقديم، ويقدم إلى جانبه الأرز، اللبن أو سلطة الطماطم.